كيف هي الحدود العراقية السورية؟ يعني سؤالي لك مهدي، وبالتحديد هل هي مؤمنة في ظل الأوضاع الراهنة في سوريا؟ تفضل. نعم هاجر، قبل ساعة من الآن كان هنالك مؤتمرا صحفيا بين المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية العميد مقداد ميري، وكذلك أيضا قائد قوات الحدود الفريق أول ركن محمد عبد الوهاب. كان مؤتمرا مشتركا بين في وزارة الداخلية لاطلاع الصحفيين والقنوات الفضائية حول ما يدور في الحدود العراقية السورية. الحدود العراقية السورية مؤمنة بشكل كامل، وهنالك تحصينات دفعت من قبل القوات الأمنية وكذلك الجيش العراقي وحتى الحشد الشعبي، حسب ما تحدث العميد مقداد ميري بأن هنالك تحصينات وصلت على الحدود العراقية السورية بعد الأحداث المتواترة الأخيرة التي حصلت في سوريا واستيلاء المعارضة السورية وبعض التنظيمات على حلب وأجزاء من أدلب. فبالتالي كان هنالك تحصينات أمنية مشتركة من قبل جميع القوات الأمنية في حرس الحدود لحماية الحدود العراقية السورية. لم يشمل فقط حماية الحدود العراقية السورية بل جميع الحدود المجاورة للدول الستة التي يحيط بها العراق، تم تأمينها بشكل كامل. وحسب ما تحدث العميد مقداد ميري بأن الحدود العراقية السورية تشهد أمانا لم يشهدها أو لم تشهدها القوات الأمنية منذ تأسيس الدولة العراقية. هذا ما تحدث به العميد مقداد ميري بأن هنالك تحصينات أمنية فرضت على الحدود العراقية السورية، وإضافة هذه التحصينات هنالك كاميرات حرارية نشرت على الحدود العراقية السورية وتم تحصينها أيضا بالعناصر الأمنية. بالتالي هي مؤمنة ولا يوجد هنالك أي خرق ولا يوجد هنالك أي يعني أماكن ضعف على الحدود العراقية السورية. فبالتالي هي مؤمنة بكاميرات حرارية وبطائرات مسيرة وحتى مؤمنة بطائرات جوالة بين فترة وأخرى لهذه المناطق يعني مراقبة الأوضاع ما يدور في سوريا، خاصة وأن الحدود وشريط الحدود بين العراق وبين الدير الزور هي قريبة جدا. فبالتالي هنالك مخاوف من تسلل أي عناصر من سوريا للدخول إلى الأراضي العراقية، فبالتالي تم تأمينها بشكل مطلق وتم تعزيزها من قبل بقية العناصر الأمنية من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وتم تحصينها أيضا من فصائل أخرى لتأمينها بشكل كامل. جيد. طيب مهدي، يعني أبقى أتحدث وإياك في ذات الملف، بعد الأحداث في سوريا هل تم تعزيز القطاعات العسكرية على الحدود العراقية السورية بشكل جيد؟ تفضل. بكل تأكيد هذا ما تحدث به سلفا يا هاجر بأنه تم تحصينها بشكل جيد، وتم إضافة خط طولي. الحدود العراقية السورية تبلغ طول الشريط العراقية السورية هو 618 كيلومتر، فبالتالي تم تحصينها على طول الحدود، وتم أيضا وضع كاميرات حرارية ووضع كاميرات أيضا تراقب الوضع، إضافة إلى طائرات مسيرة، إضافة إلى التحصينات التي جاءت من قبل الجيش العراقي، وكذلك أيضا تم بناء حائط صد أيضا للحدود العراقية السورية بتعزيزها من الجيش العراقي وحتى الحشد الشعبي لمنع دخول أي تسلل من قبل الجارة السورية، خاصة وأن الأوضاع التي تدور في سوريا هي أحداث متواترة. هنالك خشية ومخاوف من أن يتكرر سيناريو 2014 يدور أيضا في العراق، إضافة إلى أن هنالك مخاوف من قبل المحافظات المجاورة لسوريا في محافظة نينوى، إضافة إلى محافظة الأنبار وصولا إلى المحافظات الجنوبية. هنالك تحصينات وتعزيزات فرضت فور تواتر الأحداث في سوريا، فبالتالي الحدود يعني مؤمنة ولا يوجد هنالك أي ضعف في أي نقطة من مناطق الحدود أو الشريط الذي يربط بين العراق وسوريا. كنت مباشرة معنا من العاصمة بغداد مراسل ون نيوز مهدي غريب، شكرا جزيلا لك.